كنت كنعيش في واحد البيت وخرجتني مورا الدار، ودابا من فات الفجر هادو حنا كنعسونا في الزنقه انا وبنتي وبنت بنتي، ما عندي حتى حد اللي غيوقف معايا. الله يرحم لكم الوالدين، ديروا فينا شي خير، الله يعمر ربي ويسهل لكم. وهاد العواشر هاد شهر 7 كامل وانا كنبات فيه في الزنقه. وعندي الدريه عندها 15 عام، امها مسكينه مريضه ما عندهاش الصحه ديالها، مرض عقلي. البنيه الصغيره عندها 15 عام، بثلاثه كنباتوا هنا. كنطلب الله يرحم لكم الوالدين والله يعمر ربي ويفاجئ عليكم هاد العواشر. الا كتعرف شي محسن ولا شي حاجه يتعاون معايا، واخا نكري ونحيد بناتي من الزنقه، ما بغيتش تمشي يبقاو يعيشوا ليا في هاد التشرد بحال هكايا. الله يرحم لك الوالدين اخويا. هي كبيره هذه اللي عندها 15 عام مغتصبين عليا، يلاه مغتصبه ليا مسكينه. حدا الدائره 15 حدا البوليس، حي حساني.